نرمين، وأولى محطاتنا لليوم رح نروح فيها مع مشروع رسم رسمت ملامحه الأولى العام الماضي بحديقة القصور بدمشق. تجربة مميزة إجت لحتى تنعش روح الكتاب وتشجع على أهمية القراءة والمطالعة عند كافة الشرائح الاجتماعية والعمرية. مشروع الحديقة التبادلية للكتاب يلي جاء ضمن مشروع المكتبة التربوية يلي سبق واستقطبت اهتمام كافة شرائح المجتمع. رح نتعرف أكثر على هالمشروع بشكل أكبر ونعرف شو الجديد لهي السنة مع الفنان التشكيلي موفق مخول، موجه التربية الفنية بوزارة التربية والمشرف على مشروع الحديقة التبادلية للكتاب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير أستاذ موفق. صباح النور. بداية خلينا نعرف المشاهدين عن الفكرة اللي قامت عليها الحديقة التبادلية والأنشطة اللي موجودة فيها. طبعا الفكره بدات انه اللي احنا شفنا الكتاب انظلم بهالفتره هي، يعني ما عاد صار في علاقه وديه او علاقه حب بينه وبين الانسان. حبينا نعيد العلاقه الحب اللي كانت موجوده سابقا بين الكتاب والانسان، خاصه بالظروف التكنولوجيه اللي دخلت علينا، الموبايل والنت والى اخره، كانت احسان بكتاب كلياتها. بعدين نفس الوقت لقينا انه عندنا حدائق جميله بدمشق، ولازم الحدائق نوظفها كمان ثقافيا وتربويا واجتماعيا وانسانيا. ليش بنعمل حديقه مكتبه بقلب الحديقه هي، وخلي الناس تشوف الكتاب او تستخدم الكتاب بطريقه كثير تفاعليه؟ اعطيني كتابك، خذ كتابي، يعني خلينا نتبادل مع بعضنا الكتب. كانت الفكره هيك بدايتها. يعني طبعا بتكون اول شيء نواه، بعدين تنضج الفكره. هي الفكره مو جديده على فكره، هي عالميه، يعني مو انا المخترعة، لكن الاولى في سوريا فيك نسميها انت. تفاجأنا ناس كثير تفاعلت مع ناس كثير حبتها على فكره، الناس عندها حب للكتاب، عندها احترام للكتاب، صارت الناس تجيب كتب تاخذ كتب وصارت تبدل الكتب تبعها. هذا شجعنا كثير انه احنا المشروع انه نستمر فيه او نوسعه باماكن اخرى. نحن كان هدفنا اكثر من هدف، هدفنا نحن اولا كيف نحافظ على الكتاب، كيف نبني علاقه جديده مع الكتاب، كيف نوظف حدائقنا الجميله الثقافيه، كيف نزرع سلوك انساني من خلال الكتاب، لانه الكتاب ما عدو فقط معرفي على فكره. لأن المعلومه او المعرفه بتاخذيها من النت، انت بتاخذيها من اي مكان. لكن الكتاب له حضور انساني، له حضور سلوكي، له حضور اجتماعي جميل، له حضور ذاكره. نحن بنحافظ على الاشياء اللي كتبها من خلال الكتاب، الكتاب الورقي كثير مهم على فكره بحياه الانسان. يعني هلا بالعالم كله رغم التكنولوجيا ظل الكتاب الورقي موجود بايديهم، بالباص، بالاماكن العامه، ما تخلوا عنه، هو جزء من انسانيتهم، جزء من حضارتهم على فكره. ونحن كمان بدنا نوعي شعبنا ونوعي اطفالنا انه الكتاب كثير مهم. وشفتوا انتم اخر شيء يعني في بعض المواقع بالفيس كيف عرضوا بعض الصور المزعجه لبعض الاشخاص او الطلاب، طبعا الافراد كيف شقوا كتب اخر العام الدراسي. يعني تمام، هي منظر كثير مزعج على فكره، يعني انه انت كتاب ينشق كثير مزعج على فكره. نحن عم نحاول نحمي الكتاب انه ما ينكب بزبالي على الاخذه، معلش في ناس بتكبه كانت بزبالي، هو يعني تربوي غير مقبول ابدا، يمكن اكيد هو اجتماعي انسي. يعني انا احيانا بكون مارق بالطريق، يعني من شيشان مرات بالطريق، اذا تحاوي مكبوب فيها عشرات الكتب، كلها كتب قديمه جدا، عرفت كيف؟ من الثلاثينات، اضطريت لما من الحاوي وجيبها على المكتبه يحطها، عرفت كيف؟ يعني احنا هذا السلوك تربوي اجتماعي لازم احنا يعني نركز عليه او نعمل حمله توعيه للكتاب. الكتاب هو مراه الانسان على فكره، لحضاره، ذاكره انسانيه انت عم تحتفظي فيها. اكيد المشكله انه في كثير ناس عندها ارث من اهاليها، كيف عندها مكتبات، المكتبات بتطلع لك بدهم يبيعوا البيت، بدهم يسافروا، بدهم كذا. في ناس راقيين بيضطروا انه يبيعوا الكتب يهدوها، وفي ناس بيكبوا الكتب مثلهم مثل اي واعي مثل اي كنبايه. هذا الشيء مزعج على فكره. نعم. احنا ما بتمنى، هي حالات فرديه على فكره، مو موجود بكل مجتمعنا، بس لكن احنا ما بتمنى نشوفها بالشارع او نشوفها باي مكان. احنا هذا هدفنا. احنا عندك كتب حطه بالمكتبة التبادلية هي، يعني وشكرا لك، يعني وقدم الشيء للوطن، وقدم الشيء للإنسان. عندك مكتبة كمان دمشق التربوية، إيه هات كتبك له، ونحن روح نجيبون. خلي ذكرة المرحوم موجودة بينا، كيف خلي الكتاب هو صلة وصل بينا، الرحم الإنساني بين بعض، كيف
مش لقي احنا انه هو مشروع، هو مشروع له اهداف كتير، بس هون بده يستوقفنا الحالة بحد ذاتها ونحكي شوي عن التفاصيل الإيجابية اللي خلقتها. يعني روح المكان بحد ذاته، اليوم اي حدا بيروح لهداك المكان بيلاحظ العفوية اللي موجودة، باعتبار هو بالهواء الطلق او حتى الجزء الداخلي للمكتبة التبادلية اللي هي انشأتوها من بقايا اساس رممتوها، اشتغلتوا عليها بحب وبشغف لحتى تطلع بهذا الشكل اللي شفناه على الصور او حتى اللي تم توثيقه عبر شاشات التلفزيون. يعني قد ايه يمكن هي الحاله التفاعليه نشات بينكم كفريق اشتغل على هي المكتبه، وايضا بين الاهالي والطلاب اللي من مختلف الاعمار اللي شاركوا ولو بشيء بسيط بهذا الموضوع؟ صحيح الحكي. طبعا مثل ما تفضلتي انه الطبيعه كثير مهمه على فكره، يعني احنا عم نسوي برنامجنا بالطبيعه تختلف نفسيتنا حتى. هي حلوه على فكره، يعني انه زي يطلع لبرا. احنا مشكلتنا عم نفتقد ثقافه الشارع او ثقافه الحديقه، هي كثير شغله على فكره اللي احنا بنفتقدها. احنا لازم نوظف شوارعنا، نوظف حدائقنا ثقافيا كيف جماليا. مثل ما تفضلتي انه احنا عملنا بالاشياء البسيطه، لكن لوننا الخزن لوناه، الشجر لوننا شجر، لوننا الارضيه كيف صار واحد هو ماشي صار تلفت نظره هالمكان الجميل. لذلك حضرتك مختص بهذا الشيء، يعني وخصوصا عندك هواية إعادة التدوير، إعادة التدوير وحتى تجميل الشوارع، يعني خلينا نقول فن الشارع باعتبار جينيس شاهدة وغيرها وغيرها معالم من دمشق. واحد لما بيمشي بيشوف هذا الشيء بيفتخر فيه. شكرا لك. طبعا هو بيسأل الناس انت فنان تشكيلي شو لك علاقة بالمكتبات؟ بقول لهم لازم كل شيء يكون فيه فن. صح، هون دور الفن كيف وظف الأشياء هي. المكتبة التبادلية هي اللي لفت يعني نظر الناس وجماليتها بسطتها بألوانها، كيف لو كانت يعني كتب محطوطه بالأرض أو بمكان غير عادي جدا ما في سمية الدهشة البصرية ما كانت الناس تلتفت. لذلك أنت بتستخدمي كتابة مع الدهشة البصرية مع الحالة الجمالية كلها بتشدي أنت الطفل، بتشدي الإنسان، بيظل بذاكرته على فكرة. هلا أنا في ناس سألوني أستاذ أنت كم واحد كيلو ببدل كتابه؟ قلت له انا ماني سوبر ماركت ولا دكان حتى عاد شو بدلت شيء بشكل عام، لكن انا حساباتي غير لانه هي ثقافه الزمن. صح، يعني بعد فتره طويله من الزمن بتاخذي نتائج الثقافه هي، دائما الثقافه هي ثقافه الزمن. لذلك انا بقول لهم شوف بدي اشوف كم واحد شاف، كم واحد اندهش، كم واحد تذكر، كم واحد صور المكان، كم واحد تفاجأ كيفها بالمكان، كم واحد رجع يمكن على نفس المكان. نفس المكان هذا انت هيك هذا بكون هو المحصول الثقافي تبعك كيف. اما انا كم واحد بدل، كم واحد كان مو شرط. وبالنهايه في كثير ناس بدلت على الفكره، وفي كثير ناس جابت كذبه وكذبت ذكريات للناس وصار تبديل كثير بكتب، وهذا كمان بيشجعك مثل ما حكينا انه انت مشروع تتوزع فيه اكثر من حالي. شعبنا جميل بحب الثقافه على الفكره وخاصه اطفالنا، لكن لازم نوفر الاماكن اللي احنا امارة الثقافة فيها، لازم نستخدم كل حدائقنا يكون فيها ركن زوايا للثقافة، لازم شوارعنا يكون فيها حالات جمالية، لأنه إذا الثقافة حصلت بالأماكن المغلقة بالمساري حدا حيشوف والمكتبات حيضل جمهورها محدد ونخبوي. برافو عليك، يضل جمهورها محدد، ضل أنت بركزي على 2000 3000 إنسان، أما لكن لما أنت تكون ثقافة بالشارع مثل لوحة المز مثل حكت صديقتنا الجميلة حكت في أنه هي انه شافوه ملايين الناس. صحيح، شيء اعجب شيء مو اعجب بس مهم شافوها طبعا وابدوا رايهم، اخذوا موقف وحكى واحد انا هيك وابدا رايه. ومدرسه انور العطار كمان هي التجربه الاولى يمكن. بالضبط، هنيك هذا كله خلال حوار بينك وبين الناس، وهي مهمه الكتاب كمان. مهمه الكتاب ان احنا انه نطالعوا كمان من المكتبات كيف الا انت قديش تشعل متعه بس تروح انت عاد تمشي قدام الجامعه وتشوف كتب على الرصيف وتقري الكتب القديمة هي كيف وشوفيها الكتب القديمة قديش فيها متعة بساطتها على الرصيف وهي كمان تاريخها الجميل كيف بتحسي بشعور كثير مهم على فكرة. دائما الشارع وبالعالم كله على فكرة هو هلا حاليا هو مصدر ثقافة الناس كلها. يعني هلا بأوروبا أو شتراوس، الفنان الموسيقي العالمي بفيينا ما كان يساوي حفلاته غير بالشوارع، ما كان يعمل ولا حفلة على فكرة بالمسارح، كله بالشوارع بالساحات. هذا المطلوب منا احنا انه كيف بدنا نثقف الناس كيف نستخدم الشارع. وفي مشروع هلا يعني بصراحة بقوله يعني انه مشروع وزارة الثقافة هلا بالتعاون مع وزارات الأخرى، مشروع اسمه أسبوع الوطني لثقافة الشارع. هذا أول مرة بصير بسوريا على فكرة.
هذا فينا نعرف شوية معلومات عنه؟ ممكن ايه، لانه هذا احنا بدنا يعني هاي اول مره بتصير بشهر ايلول، حتصير ثقافه اسبوع الوطني لثقافه الشارع. يعني بدنا ننزل تصير حفلات موسيقيه تحضر الناس بالشارع، في عندك نفس الوقت اسمه الكتاب والرصيف، بدنا نعمل مثلا كمان يصير معارض كتب للناس اللي بيبيعوا كتب، كيف تعطيهم اماكن معينه يصيروا هن يبيعوا كتب، يعني عندك كتاب والرصيف كيف، هذا جزء من ثقافه الشارع، اضافه للرسم، اضافه للغناء، للسينما، بدك تشغل الشارع كله كيف حتى توصلي تثقفي الناس وتحببي الناس. انسان يمرق بالشارع بيشوف في موسيقى او بيشوف في لون او بيشوف في لوحه بحس حاله محترم، انه انت عم تحبيه عم تقدمي له شيء. لذلك انت الشارع انا برايي صله كثير مهمه بين الانسان والوطن، بس لكن احنا مش يعني نكون واضحين مع بعضنا معلش. نعم. ثقافتنا شوي اللي احنا هي ثقافه الشارع ثقافه عدائيه، يعني اذا انت احيانا بدك تهتي ابنك بشيء غلط تقول له انت ابن شارع. حتى المعلم المدرس اللي يهت طالبه بيقول له انت ابن شارع، كيف؟ وهذا اكبر غلط على فكره. صح. نحن لازم نكون الشارع هو مصدر ثقافتنا، مصدر حبنا للوطن، مصدر حتى للتغيير، التغيير الايجابي. علاقتنا لما الناس ماشيه مع بعضها بالطريق بتسلم على بعضها، الناس بتبتسم بوش بعضها، معناتها الناس مرتاحه، معناتها الشارع جميل. نعم. لما الناس تمرق بالشارع وهي غضبانه معناتها ما في شيء جميل يفرحها. طبعا بالتاكيد. بالعوده استاذ موفق لموضوع الحديقه التبادليه، خلينا نحكي اليوم، حكينا كثير عوامل جذب حضرتك حرصت انه تكون موجوده، خلينا نحكي عن اكثر الفئات اليوم اللي جذبيتها هي الفكره اليوم، هي كانت من العام الماضي وبعدها مستمره، شو الجديد اللي كان هذا العام؟ هلا الفئه كانت اكثر شيء يعني متفاعله معنا هي في الاطفال. فعلا الاطفال اللي بيحبوا القراءه جدا اللي بيحبوا القصه يعني له علاقه بالقصه كثير على فكره، وخاصه الصوره البصريه تبع القصه كثير بيندمجوا فيها. في ناس اخرين كمان يعني تفاعلوا معنا كثير، هن الناس اللي خلينا نسميها كبار بالسن كمان تفاعلوا معنا، لذلك انت في عندك جيل بالوسط ضايع، عندك جيل اطفال بيحب القراءة وجيل كبار بيحب القراءة. طيب قدرنا نجذب شوي من هذا الجيل اللي بهالوسط خلال هذا العام، قدرنا نجذب شوي منهم، نحاول باعتبار انه هن هدف اكيد للمشروع، لانه نحن بالنهاية بهمنا تثقيف الكل يعني بالضبط، وهذا الفن وروح الفن تنتقل لكل الشرائح المجتمعية. قدرنا نجذب شوي من الاهالي اللي بسن متوسط او الشباب؟ طبعا حاولنا كيف نعمل كثير، اهالي كثير تفاعلوا معنا، لكن هذا الجيل الوسط هو اللي بنسميه واللي نشا بالتكنولوجيا السريعه هي على فكره كيف، هذا يعني صعب شوي بيني وبينك، صعب شوي لانه فلت منا بهالفتره بيني وبينك، يعني فلت ثقافيا، يعني كان في اقوى منا هو 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 التكنولوجيا السريعه كيف اخذت جذبته كيف فكريا وثقافيا وعلميا والى اخره، وحتى السوق طلب منه يعني سوق العمل يعني كيف هو سوق العمل طلب منه انه يكون هيك التكييف، يعني انه يكون يفهم بالكمبيوتر يفهم بالنت في كذا كذا، ذاك اتجه القصص هي، بس كان كله على حساب اللي هو الكتاب. هلا هو الكتاب هو حاله اجتماعيه ثقافيه على فكره، يعني هي موروث اجتماعي، يعني انت لما بتقولي كتاب معناتها قلتي اسره، معناتها قلتي عيله، معناتها قلتي وطن، معناتها قلتي انسان كيف، من خلال كتاب كيف الكتاب الورقي. نعم. لهذا الجيل احنا حاولنا كيف انه نحاول حاولنا انه نعمل لهم احيانا ندوات، احيانا نعمل لهم اعداد جلسات اخره، تفاعلوا ما في شك كيف واندمجوا معنا كيف، لكن في مشروع بذهنهم لسه اكبر من مشروعنا. في مشروع طموحات عرفتي كيف علي؟ الرجل الكبير طموحاته انتهت عرفتي كيف؟ الطفل طموحاته لسه هو انه كيف بده يفرح بالحياه، لسه ما في شيء. هذا الجيل انت عم تعطيه شيء هو لسه طموحاته اكثر بكثير، طموحاته انه كيف بده يعيش، كيف بده يامن مستقبله، كيف كذا كيف كذا كذا قصه كيف، رفقاته سافروا لبرا هو لسه هون رفيقه معه كذا، طموحات كبيره بداخله ونفسه وقت في معاناه. هي مشكله كبيره، صارت مشكله صارت اكثر من كتاب، صارت مشكله نفسيه سيكولوجيه على فكره كيف، احنا بنعيد بقى تأهيله من كل الاتجاهات لهذا الجيل.
بس لكن الكتاب هو أو أحد الأشياء اللي أنت فيك تخاطبيهم، يعني أحد المحاور، هو مو هو رح يكون الأساس أو مو هو رح يكون هو الحل النهائي إلهم، لكن هو أحد الأشياء المحاور اللي أنت فيك تعتمدي عليها إنك توصلي لهم كيف من خلال الكتاب. بالنهاية إحنا بينا كمان كتاب يكون قيم ينقرأ، ما بدي أي كتاب ينقرأ على فكرة، يعني معلش يعني صح. مو أي كتاب ينقرأ، في صارت ثقافة استهلاكية للكتاب أو كتب يعني مانا بالمحتوى القيم، في كتب مضرة أحيانا قراءتها ما بتري أحسن، في كتب مهمة جدا نقرأ، يعني كيف نوفر الكتاب القيم، الكتاب اللي هو كمان بده يحاول يشد الجيل هذا، ما بدنا نوفر كتاب كمان السيء كيف، مو أي شيء مطبوع هو جميل على فكرة، في كتب الى قيمتها الانسانيه والاجتماعيه والفكريه، هي اللي احنا بنوفرها لهذا الجيل لنشده كفاه ونحسن شوي نتحكم شوي بتصرفاته بسلوكه، هذا الجيل كثير بيضيع. مشروع يعني تربوي، مشروع كثير كبير ومهم، ونحن بنتمنى هذا المشروع لسه يعطي نتائج اكثر، لمسنا نتائج خلال الاشهر الماضيه، واكيد رح نتابع هذا الموضوع، نضل دائما مع حضرتك. شكرا كثير لتواجدك معنا ولكل شيء قدمته سابقا لكل الاجيال، وايضا يلي مستمر بتقديمه، شكرا لك. شكرا لكم على الاضاءه الجميله، ونحن بحاجة بعض كلياتنا، وهذا مشروع مؤسسات، مشروع وطن، مو مشروع فرد، نحن بحاجه التربيه والاعلام، وحاجه كل انسان بحاجه، لأنه بالنهاية المشروع الثقافي مشروع وطني مو مشروع فرد. أكيد أستاذ موفق، مشكورة جهودكم دائما، ومثل ما بنقول هي خطوة، وخطوة كتير مهمة والطريق طويلة دائما. شكرا كتير، شكرا لكم، شكرا.